لحد من مخلفات التلوث الناتج عن تعصير الزيتون للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي. تفضل السيد النائب المحترم. سيد الرئيس، سيدة الوزيرة، ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ لمعالجة مخالفات سوائل تعصير الزيتون والتأثير الذي تحدده على البيئة؟ السيدة كاتبة الدولة، تفضلوا جوابكم. شكرا سيد النائب المحترم. كما كتعرفوا ان هذه العمليه ديال احاطه بالاشكال ديال التلوث اللي عفوا هو اننا اليوم كانوا عندنا اليتين مهمتين فيما يتعلق بمكافحه التلوث الناجم على ماده المرجان خصوصا، اللي هما آليتين جاوا من دعم دولي، ولكن اليوم وقبل ذلك كنشتغلوا مباشرة مع الجماعة الترابية من أجل أن تكون لنا اتفاقية ثنائية بيننا وزارة الفلاحة والتجهيز وكذلك الداخلية من أجل تكون عندنا اتفاقيات نباشر بها مباشرة إحداث آلية على المستوى الترابي في المجالات اللي خاصة واحد خمسة الجهات من أجل أن نحيط بهذه المشكلة. كنعرفوا أنها كتخلق واحد المشكل كبير فيما يتعلق بأهم موارد اللي هي الموارد المائية. تعقيب سيد النائب، من فضلك. سيد الوزيرة، لا يخفى على أحد المجهودات التي تقومون بها لحل هذا المشكل، ولكن السيدة الوزيرة، تدخل الدولة يجب أن يهم تأهيل هذا القطاع معاصر الزيتون والتي تنتشر في مختلف الأقاليم المغربية وخاصة إقليم وزان وشفشاون وتونانت، واعتماد يجب السيدة الوزيرة اعتماد تقنيات وتجارب ناجحة في مناطق أخرى لاستغلال وتثمين هذه المخلفات من مرجان والفيطور إلى آخره لضمان استمرارية تشغيل هذه المعاصر من جهة، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به هذه المعاصر لتوفير فرص الشغل للشباب وخاصة في العالم القروي، والتي أيضاً تخلق حيوية مهمة بالنسبة للتشغيل ديال الشباب وخاصة في العالم القروي. كما قلت احنا السيد الوزيرة، هذا المعالجة يجب أن لا يكون على حساب أرباب المعاصر الصغرى، هذه المعالجة يجب أن تعتمد مقاربة اجتماعية. المقاربة الاجتماعية أولا. شكرا سيد النائب، هل هناك تعقيب إضافي؟ لا، تفضلوا السيدة كاتبة الدولة. والسيد النائب المحترم، للتوضيح، وكما تعلمون وانتم من المؤسسات الشرعيه، ان هناك القانون والمرسوم لدراسه التاثير على البيئه اللي قبل ومن بعد 2003، بالتالي المعاصر الزيتون اللي عندها دراسه التاثير على البيئه المفترض انها تكون عندها سيستيب ديالها. حنا اليوم هذه الاتفاقيات اللي هي في طور التوقيع وكذلك الدعم من طرف الوزارات اللي قلنا الداخليه، كتب الدوله التنميه المستدامه ووزاره الفلاح وايضا الوزارة ديال التجهيز والماء، على اساس نواكب الناس اللي من قبل اللي قلتي ممكن صغار من قبل. شكرا السيدة كاتبة الدولة.